لو عايز تعمل مزرعة طعم ناجحة في حاجتين لازم تعملهم، تابعنا للنهاية وانت تشوف. السلام عليكم متابعينا كوس ضمن نوعات، اهلا بحضراتكم. النهارده يا جماعه هنعمل فيديو عن مزرعه دود الارض اللي هو الطعم، علشان نوفر على نفسنا شويه. انا اغلبيتنا يا جماعه بيطلع يصطاد وبيبقى معاه كميه طعم مثلا كبيره، وبيرجع ساعات بنصها او بحاجه، وساعات واحد زميلك جنبك يقول لك لا ده انا هرميه خده لو عايزه، فهتودي الطعم ده فين؟ ممكن تحفظه في الثلاجه يوم اثنين ثلاثه اربعه، ممكن ما يطلعش الا يوم واحد في الاسبوع زي حالتنا مثلا، فبيبوظ منك فبترميه. والطعم دلوقتي غالي يا جماعه، فهنعمل ايه؟ هنعمل مزرعه صغيره كده على قد مثلا شويه الطعم اللي هيفضلوا مني، باجي بسيبهم في قلبها فيعيشوا مده طويله. عايز اخدهم استنفع بيهم وانا طالع ماشي، عايز اجيب غيره لو رخيص مفيش مشكله، وكل ما يفوت معايا مثلا كميه باجي بحطها في المزرعه. طيب احنا قلنا في حاجتين يا جماعه هينجحوا المزرعه بتاعتنا، حاجتين هينجحوا المزرعه بتاعتنا هما ايه؟ شوف معايا. الاول هنشوف المكونات وبعد كده هتشوف الحاجتين مع بعض واحده واحده. الاول يا جماعه هجيبنا كرتونه اهي، جبنا كرتونه فيلم، كرتونه فيلم محطوطه جوه كرتونه، دي حاجات استيراد بنجيبها من بره. الكرتونه زي دي بتيجي من بره استيراد، بتبقى بالمنظر ده كده. عملنا فيها ايه يا جماعه؟ عملنا خرمناها من جوه، تعالى يا اسلام، خرمناها كم خرم ومسمار بحيث الميه ما تقفش فيه، لان الطعم ما بيحبش الارض مبلوله قوي ولا بيحبها ايه تكون مطينه يعني. فعملنا كام خرم عشان الميه اللي بتنزل اللي بتبقى زياده هي بتنزل من الفتحات لوحدها. تمام. طيب يا جماعه معانا جبنا ميه، طبعا جبنا ميه من ميه الترعه، ما ينفعش طبعا، خليك معايا استنى هنا، ما ينفعش طبعا يا جماعه نجيب ميه من الحنفيه، ميه من الحنفيه بيبقى فيها كلور. هتقولي مثلا انا ممكن اطلعها يوم اثنين لحد ما الكلور يطير منها، مفيش مشكله برده متاح، بس انا ايه اللي يصيبني على كده؟ انا قدامنا الترع وقدامنا الاماكن اللي فيها ميه في الزراعه، فانا اقدر اجيب جردل زي ما انا عامل. بصوا يا جماعه انا مليت ازازه اهي من الترعه اهي، ومليت ازازه ثانيه عملت فيها ايه؟ جبت كراتين بيض نقعت فيها اهوت هنحتاجه معانا، ورق كرتين يا جماعه لسه برضه هنقعه، ورق كرتين قطعته اهوت هنحتاجه معانا. ومعانا يا جماعه اهم حاجه اللي هو ايه؟ التراب، اللي هو التراب الزراعي، الشرب زي ما بيقولوا، الشرب ده استعمله معايا شويه سماد طبيعي، سماد طبيعي من اللي بيعملوه الفلاحين في الاراضي. السماد ده هنعمل بيه ايه؟ هنشوف دلوقتي وتابعونا. بصوا شباب، اول حاجه يا شباب من اللي هتنجح مزرعتنا حته زي دي على فكره، دول هعمل فيها ايه؟ خليك معايا يا استاذ هنا ربع، يعني ربع الكرتونه تقريبا، وهقفل بيها ايه؟ وهقفل بيها كده. بصوا يا جماعه عند تقريبا ربع الكرتونه هقفل بيها كده. ديت ليه؟ هنعرف يا جماعه واحنا ماشيين في الفيديو، هنعرف ديت عملناها ليه. ده اول خطوه من الخطوتين اللي قلت، هينجحوا حاجتين، ينجحوا المزرعه بتاعتنا والدوده او الطعميه ما تنجحش. دي اول حاجه، اول حاجه من الحاجتين دول هنشوف هو هنعمل فيها ايه يا جماعه. بصوا هنجيب الشرب اهو، ده اللي هو التراب بتاع الارض الزراعيه، هنحط طبقه اهو يا جماعه، طبقه من التراب ده. ده طبعا ورق الكارتين اهو، كارتين البيض اللي قلنا عليها هنبله في نفس الميه بتاعت الترع اللي احنا جايبينه منها. نحط الميه هنسيبها تبص شويه يا جماعه ونرجع لكم تاني. تابعونا. رجعنا لكم تاني. طبعا نسينا نتكلم عن ايه؟ ورق الشجر. ورق شجر ناشف هو يا جماعه، ورق شجر ناشف فايدته ايه؟ طبعا يا جماعه الورق كراتين وورق الشجر والحاجات دي كلها فايدتها مع الطين
عشان تتعشش، ما تخليش الطين كلكم مربوط فوق بعضه والطعمات تتحرك، الموضوع يبقى صعب بالنسبه لكم. فالحاجات دي والورق والحاجات دي بتخلي الطين معشش على بعضه وما بينهم بيبقى فاضي، فالطعمات تقدر تتحرك براحتها وتتحرك وتاخد راحتها، فبتكبر اسرع وتتكسر اسرع. بص يا جماعه شويه ايه؟ ورق شجر كمان اهو. ومنها برضه الطعميه يا جماعه بتتغذى عليها برضه، يعني الطعميه بتتغذى برضه على ورق الشجر الناشف والحاجات دي. الخضرة، الخضرة يا جماعة اللي مش ناشفة بلاش منها. خلينا في الناشف. فكرته تاني، فكرته تاني في الجنب اللي احنا ايه؟ سيبناه فاضي. وهعرفكم احنا سيبنا ده ليه؟ ده سمعته برضه من اسرار المزرعة الناجحة، هعرفكم احنا سيبناه دلوقتي مع بعض. هنتكلم يا جماعة مع بعض اهو. ده الورق، ده الورق اللي احنا بليناه، ورق كارتين ما يكونش عليه حبر يا جماعه، ورق ما يكونش عليه حبر، لان الحبر ده بيبقى فيه مواد طبعا مسممه ما تنفعش مع الطعم وممكن تموت. الكارتين هنا ما عليهاش كتابه ولا حاجه. هنرجع تاني يا جماعه نعمل برضه طبقه تراب تانيه اهي، تراب ناشف خد بالك، وانا ببله برضه بالبل وهو مكانه يعني. طبقة تاك تراب هنحط عليها مية، كارتين اهي، كارتين برضو نفس الطبقة بتاعت الشرب نفس اللي عملناه في الأول، عملناه تاني اهو. يلا خلونا يا جماعة نخلص الطبقة ديت عشان ما نطولش عليكم الفيديو، نخلص الطبقة ديت ونورا حضراتكم تاني. يلا تابعونا. رجعنا تاني يا جماعة، عايزكم بس تشوفوا معايا المنظر بعد ما حطينا الطبقة. بصوا يا جماعة كده طبقة اللي الكراتين والورق المبلول وكرتونة البيض اللي احنا ورينا قلنا لحضراتكم شكلها بالمنظر ده كده. هنعمل كمان طبقة ايه؟ تراب فوقها، وان شاء الله تبقى الطبقة الأخيرة، وهوريكم بإذن الله ده المكان ده احنا سايبينه ليه. خلاص احنا كده قربنا يا جماعة، هنحط طبقة كمان بتاعت شرب وورق شجر وبعدين نرجع لكم تاني. يلا تابعونا. طبقة التراب الأخيرة يا جماعة، يلا عشان بص عشان ما نطولش عليكم يا جماعة هنجهز نخليها على الفينش الأخير ونيجي للمرحلة الأخيرة، المرحلة الأخيرة وهنبدأ معاكم تاني. يلا تابعونا. وجينا يا جماعة عند المرحلة الأخيرة، آخر حاجة طبعا أنا قلت لحضراتكم حاجة تنجح مزرعة الطعام بتاعتنا. طيب دي كان عاملنا إيه؟ دي يا جماعه الربع اللي انا سبته ده انا عامل ايه؟ هقول لحضراتكم طبعا ديت السمنه اللي وريتكم اللي هو السمنه الطبيعي اللي وريت لحضراتكم في اول ايه؟ الفيديو اهو. هنقعد نحطه ربع ربع الايه؟ فاضي اللي احنا عزلناه. تمام يا جماعه؟ ده هو في الربع الفاضي اللي احنا عزلناه. هنزله برضه في الميه اهو اهو، ده السمنه الطبيعي اللي هو يعني السمنه يعني سمنه الحيوانات يا جماعه، اعزكم الله اهو. بليت بعمل ايه؟ ببدا ارفع على الدم، خليك هنا ببدا ارفع الحاجز اللي انا عامله في الاول اهو يا جماعه، هتبقى ايه؟ بالشكل ده، هتبقى بالشكل ده. ولو عندي مثلا السبلة مثلا زيادة شوية أو قدرت أجيب أكتر من كده عادي أزودها بحيث إن هي تتساوى مع التربة بتاعتي اللي أنا عاملها، بحيث إن هي تتساوى. أنا هجيب شوية يا جماعة بس إحنا إيه قلنا يعني عشان بس نبين للناس ونعمل فيديو. طيب أنا عملت دي ليه؟ أنا عملت عزلت ده عن ده ليه؟ أقول لحضراتكم طبعا يا جماعة الطعمية لازم تتغذى، وهي بتعيش في الارض الزراعيه بيبقى فيها السمنه الطبيعي ده لازم تتغذى. ما ينفعش السمنه الطبيعي ده يا جماعه بيبقى حامي، بيبقى حامي، ما ينفعش ان انا احطه وسط التربه بتاعتها، وسط التربه بتاعتها بيبقى حامي عليها، فبتيجي تهرب منه ما بتلاقيش منفذ، لان السمنه الطبيعي بتاع الحيوانات ده بيبقى حامي بطبيعته، هو حامي. فما ينفعش ان انا اخلطه. اغلبيه الناس انا شفت ناس كتير عملت تعمل مزرعه في البيت برضه زي دي، بتخلط السماد على التراب وعلى الشرب، فطبعا لازم تبقى بنسب،
لازم تكون بنسب معينه. احنا طبعا عمرنا هنقدر يا جماعه نجيب النسب اللي بتوع ميه بتحتاجها في التربه بتاعتها في الاراضي هناك. هي بتروح بتعوز الحاجه الغذاء بتاعها بتروح له وبترجع تاني للتربه بتاعتها اللي متعوده عليها. لكن احنا هنا بنوفر لها البيئه بتاعتها الطبيعيه، فاصلنا ان احنا نخليه في جنب. هي لما هتعيش في البيئه بتاعتها، هي لما تحتاج السماد الطبيعي او تحتاج الغذاء الطبيعي بتاعها، هي بتروح له في مكان معين وبترجع تاني، بحيث ان انت يا جماعه تاخد كفايتها بس، ما تتاذاش او ما تتاثرش بالحراره بتاعته، لانه احيانا زياده عن اللازم وما ينفعش نخلطه ببعض. وده خطوه من الخطوات اللي انا قلت لحضراتكم عليها اللي هي هتنجح المزرعه بتاعتها. دي الخطوه الاولى. طيب الخطوه الثانيه ايه؟ الخطوه الثانيه النمل يا جماعه. النمل يعني ايه النمل؟ يعني نحاول نحافظ على الكرتونه بتاعتنا، النمل ما يطلعهاش. هتعمل ايه؟ انت عندك كرتونه زي دي بتكون صغيره، بتجيب كرتونه ثانيه كبيره بتحطها فيها، تحط الكرتونه اللي هي المزرعه بتاعتنا جواها، بس انا ما لقيتش كرتونه ثانيه اكبر منها، تحطها جواها وتبدا يا بتبقى جواها يا جماعه، تبدا تقطع تقطع من هنا كده، سيب الجزء اللي تحت قيمه 5 سم بس في الكرتونه كلها، اصبح ده كله بيتشال، ما بيقدرش الا ده بس والكرتونه بتاعتنا جواها. وبعدين الفايض دوت، الفايض ده بيبقى ما بين وبين الكرتونه الثانيه مثلا حوالي 2 او 3 سم، بنملاها ميه، بنحط فيها ميه كلها كلها ميه، ونفضل الميه فيها، خدت بالك؟ فيجي النمل بيطلع فمش هيلاقي مكان، فهينزل تاني بحيث انه عايز يطلع الكرتونه اللي جوه، فهينزل الميه مش هيعرف يطلع عند الطعمه بتاعتنا. اصبح ان احنا كده ايه؟ كده حافظنا على الطعمه بتاعتنا. دلوقتي يا جماعه ما عادش فاضل غير المرحله الاخيره بتاعتنا، هنسيب التربه بتاعتنا تشخب من ميتها، وبعد كده نجيب الطعم نحطه، وبعدين نرجع لحضرتكوا تاني. تمام. جه لكم يا جماعه طبعا دول شويه طعم اهوت زي ما اتفقنا وقلنا في اول فيديو، دول كانوا باقيين من طلعه صيد. دول كانوا باقيين معايا من طلعه صيد، فهعمل عليهم الفيديو. انا حبيت اكمل اجيب مثلا شويه تانيين احطهم، مفيش مشكله المزرعه تشيل كميه كبيره مفيش فيها مشكله يعني. هنعمل ايه يا جماعه؟ احنا طبعا هناخد شويه الطعم نحطهم على وش المزرعه كده، ده لو اتفقنا ده اللي اتبقى زي اتفقنا يا جماعه، اتفقنا ده اللي اتبقى من طلعه الصوت بتاعتنا، انا بس بشرح عليه، وانا حابب ازود ازود ما عنديش مشكله يعني. انت مش مقيد ان انت تفصل تحط شويه صغيرين، دول اللي كانوا باقيين مني من طلعه الصيد. فانا كده كده انا حابب ازود، هجيب مثلا ربع كيلو ولا نص كيلو واحطها، انا كده كده عملت المزرعه. بعد كده هيتبقى معايا اي حاجه احطها، ولا احطها في الثلاجه ولا احطها بره وانساها والكلام دوت، احطها بس على ايه؟ على وش المزرعه كده. طبعا يا جماعه انا بحط بفرد الطعم على اسلام، انا بفرد الطعم بالشكل دوت على وش المزرعه وبسيبه. هو الطعمايه هي اللي بتسرح لوحدها، الطعمايه هي اللي بتسرح، الطعمايه الصاحيه هي اللي بتسرح وبتغطس. بعد ساعه ببص ما بلاقيش الا اللي فوق، ما بلاقيش الا الميت بس، يعني اللي بلاقيه بعد ساعه تقريبا اللي بلاقيه على وش المزرعه الميت بس. فبشيل الميت برميه، يعني انا بحط على الطعمايه زي ما انتم شايفين وهي بدات تسرح اهي. هات اسلام هنا اهو، بدات الطعمايه اهي تسرح وتبعد عن بعضها، ما تخليش خيالك اهي. الطعمايه يا جماعه شوف اهو، اوضح اكتر. كل واحده بدات تمشي في ناحيه، وبعد ساعه يا جماعه بعد ساعه هراجع اشوف اللي هلاقيه باقي على وش المزرعه هو ده اللي هيبقى ميت. كده يا جماعه خلصنا المزرعه بتاعتنا. وطبعا يا جماعه انا هغطيها بايه؟ هغطيها بفيل، كلنا عارفين الخيش ببل لها ميه، بجيب الخيشه ببل لها ميه وبغطي المزرعه كلها فوقتين بالخيشه المبلولة ميه. وكل في الصيف كل يومين تقريبا بجيب بخاخه واحط فيها من الميه الترعه اللي احنا قلنا عليها يا جماعه، الميه الترعه مش الميه الحنفيه، بملى البخاخه او ازازه ميه معدنيه مثلا فاضيه وبخرمها من فوق وبملاها ميه. كل يومين ببخبخ على الايه؟ ببل حوالي يعني بحاول ابل الخيشه دي بحيث تفضل مبلوله على طول ورطبه وتخلي المزرعه رطبه ما تخليهاش ناشفه بالذات في الصيف. لكن في الشتاء الوضع بيختلف تقريبا كل 3 4 ايام او 5 ايام على ما بنبلها. تحياتي لحضراتكم، اشكركم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.